مساء الخير لكل المشاهدين يلي عم ترافقوا معنا بهالحلقة سهرة عمر. نحن وياكن سهرة بتجمعنا فيكن وبتجمعنا بضيوف بنجوم منحبن، منحب نعرف أخبارن، منحب نعمل جلسة نحن وياهن لحتى دايما ناخد جديد نبرم بفقرات البرنامج ونتعرف على جوانب مش دايما يمكن منحكي فيها. ليلى النجم يلي رح ينضم لإلي نجم من جيل آخر، نجم من جيل الاحتراف، نجم من جيل هالقد عنده جميل على المسرح، على الفن، على الدراما بلبنان، لأنه هؤلاء الناس هن الأشخاص الحقيقيين وما زالوا لليوم فاعلين وما زالوا لليوم عاملين بصمة ما بتشبه غيرها. إذا قلنا عنه أو إذا قلنا عنه معلم، أكيد ضربة معلم بكل الأدوار يلي بيأديها، لأنه هو من الأشخاص يلي عنده مساحة كتير كبيرة ليلعب بشخصيته ويقدر يأدي مختلف الأدوار من درامي للكوميدي وغيرها. إذا قلنا عنه أستاذ، أكيد لأنه هو الأستاذ مش بس بالحقل التعليمي، إنما لما بنوجد على سات، لما بنوجد على خشبة المسرح، الكل بيتعلم منه، الكل بيستفيد مش بس من العمل، مش بس من الشغل، إنما من الشخصية الفنية. فنان بكل المقاييس، بكل ما الكلمة من معنى. من تلفزيون لبنان، البداية على شاشة صغيرة كانت مع الرغيف لتوفيق يوسف عواد، الرغيف يلي جعل منه خميرة نفتخر فيها بالدراما اللبنانية ومنصدرها خميرة عربية لحتى نكون عم نقلن إنه إيه نحن عنا نجم مثله بيشبهه منفتخر هالقد فيه. ضيف الليلة الأستاذ المعلم نجمنا بيها السهرة الفنان الممثل نقولا دانيال. أهلا مساء الخير. أهلا وسهلا فيك أهلا. تفضل. نقولا دانيال أهلا وسهلا فيك، إضافة لسهرة عمر بوجودك الليلة معنا، شرفتنا. أنا بشكرك على الاستضافة وإن شاء الله الله يقدرنا نعمل سهرة حلوة بوجودك. أكيد حلوة. لما نحكي عن أولى دانيال، لما نحكي عن كل هالحب وكل هالشغف يلي بتشتغل فيه، بينعكسوا على كل حال على الناس، بينعكسوا على كل شيء عم بتأديه، من مغدوشة الصغيرة الكبيرة بناسا كانت البداية والانطلاقة لحتى تقدر تلمع على كل الناس. رح نحكي بجديد، في مفاجأة رح نحكي فيها اليوم كمان، في كتير اخبار رح نحكيهم بالبداية هالسنة. كيف نبلش عليك 2018؟ اول شيء كتر خير الله الصحة منيحة، وهذا اهم شيء برأيي، صحة منيحة والعائلة كلهم صحتهم منيحة، وان شاء الله تكون صحة البلد كمان تتحسن شوي شوي ليكون كل شيء منيح وكل شيء ماشي لقدام. ومن ناحية الشغل إن شاء الله في شغل جديد دائما، يعني دائما في تجدد على كل حال، ورح نحكي بكل التفاصيل اليوم. حضرتك من الأسامي يلي عندها وقعة بالدراما اللبنانية، من الأسامي يلي بينحسب لحسابه، هذا مش جديد ومنه شيء هلأ وليد السنوات الصغيرة الماضية، إنما وليد اللحظة يلي انطلقت فيها واخترت هالمهنة يلي هالقد بتحط من حالك فيها. اليوم لما نحكي عن المسرح، لما نحكي عن ارتباط اسمك بها الخشبة، أديب يعني لك المسرح اللبناني اليوم يلي ما بعرف كيف بتوصفه اليوم، كيف بتوصف حالته؟ شوف، المسرح وكل الفنون عامة يعني والثقافة بوجه عام تتأثر بالأوضاع العامة تبع البلد، يعني بالوضع الاجتماعي الاقتصادي، وهيدي الفنون بتنهض مع نهوض شامل عام، وبتمرق بفترات هبوط وبتمرق بفترات ذهبية مثل كل شيء بهالحياة، يعني كل شيء. إذا بدنا نحكي عن المسرح اليوم، المسرح حسب ما بلاحظ أنا شخصيا، أول شيء أنا باعد عن المسرح اللبناني شوي، لأنه أول شيء ما في فرص وما في، يعني أو أنت بدك تنتج لإلك وتشيل من اللحم الحي، نحكي الأشياء بصراحة، لا. أو بدك تقعد تتفرج أو حدا يستدعيك لتشتغل، والفرص المسرحية قليلة. وإذا منلاحظ أنه الأعمال المسرحية اليوم عم تصير أعمال صغيرة، يعني اللي بده يشتغل عمل مسرحي بده يكون عنده القدرة أنه يمولها، لذلك أو بيعمل عمل مونودراما
أو بيعمل عمل شخصين ثلاثة أربعة ماكسيموم. يعني هذا اللي عم نشوفه حاليا بالواقع اللي احنا فيه. المسرحيات الكبيرة اللي بتستدعي فرق وبتستدعي أعمال ينصرف عليها مصاري ونحط فيها مجهود كبير، بتعرف كل عمل يعني بده يتنفذ بكون فيه ناس كتار، بده تمويل كبير وراه، حتى بده إخراج، بده سينوغرافيا، سينوغرافيا كبيرة. لذلك الأعمال عمال تضمر مثل ما أقول شوي، بس ما بيمنع أنه عم يكون في أعمال جميلة وجيدة، لأنه الممثلين والمخرجين والنصوص اللي عمال تعتمد، عم بحكي كمسرح طبعا، هي كلها يعني نصوص جيدة، مخرجين كويسين وممثلين رائعين. اليوم المسرح شو بيفرق؟ المسرح الحالي عن مسرح لطيفة وأنطوان ملتقى، عن مسرح الذهبي هالفترة يلي كانت هيك تشرقت بزماناتها، وكان لبنان مرجعية وكان صوت صارخ. شو بتفرق هالمرحلة عن اللي عم نشهده اليوم؟ يعني تعقيبا على الشيء اللي قلته كوضع عام عم يمرق فيه المسرح، هديك الفترة بالتحديد الستينات يعني أو الستينيات، كانت فترة نهوض المسرح. يعني كنا فايتين على مرحلة بعد الخمسينيات، إذا بنذكر تأسيس مهرجانات بعلبك بالخمسينيات وانتشار العمل الفني المسرحي الغنائي بالدرجة الأولى، تأسيس مهرجانات بعلبك والمهرجانات والفرق الأخرى الكبيرة، وتأسيس معهد الفنون سنة 65، وبروز أكثر من مخرج لبناني وكلهم من المثقفين. يعني إذا بدي عد هلا، بما أنك ذكرت أستاذنا الأستاذ أنطوان ملتقى الكبير والست لطيفة ملتقى مدامته، إلى جانبهم كان في ناس كمان موجودين كبار، في الأستاذ منير أبو دبس، في الأستاذ شاكيب خوري، في الأستاذ جلال خوري فينا نترحم عليه، يعني صاروا زمان فرقنا، في الأستاذ ريمون كان عمال يطلع، في الأستاذ يعقوب شدراوي بعدين إجا ورفض المسرح اللبناني بي وكان لك محطة كمان معه. نعم إيه طبعا، تقريبا الكل يعني الكل طبعا، اللي ما صار لي وقت أو ظرف يعني فرصة إني اشتغل معه على خشبة المسرح كان أستاذي الحقيقة، يعني بمعهد الفنون بقى فترة كان فيها عدد من المثقفين الكبار، نسينا نحكي الأستاذ رجاء عسير طبعا حبيبنا كمان الكبير بهديك الفترة، إن شاء الله ما أكون نسيت حدا، كانوا هول المجموعة الكبيرة من المثقفين والشغوفين بالمسرح. هيدي أهم شغلة، كان في شغف بالعمل المسرحي، والعمل المسرحي الجاد، العمل الجاد بكل معنى الكلمة، اللي هو جزء من ثقافة عم تنبنى بهذيك الفترة، والفن هو جزء كبير منها، إلى جانب الفنون التشكيلية اللي كانت يعني طبعاً عم تنهض، كانوا كلهم سوا عم بشكلوا حالة مسرحية ثقافية كبيرة بالبلد. وهذا الشيء بتذكر استدعى انه الدولة ان عملت فرقة المسرح الحديث، وعملت الى جانب حتى تقدر تعطيهم فرصة، تعرف لانه الاماكن هي اماكن خاصة بهذيك الفترة، يعني الاماكن ودور العرض اللي هي مهمة باهمية تكوين الفرق ووجود المخرجين والكتاب، انه يكون في دور للعرض يجتمعوا يتمرنوا ويقدموا عروضهم. الدولة خصصت مسرح سمته مسرح بعلبك بمنطقة الأنطاري. نعم. هذا طبعا الأشياء اللي من الأشياء الذهبية اللي أخذتها الحرب اللبنانية بطريقة جرفتها مع الأسف. نعم. نعم. هيدي القاعة اللي كانت مهمة كتير، أكثر المخرجين قدموا أعمال فيها، لأنه كان المكان متاح والفرصة متاحة للجميع، يعني تتوزع أعمالهم على مدى السنة، ما يقدروا يرد يعني ما منهم مجبورين يردوا الى اماكن او اماكن خاصه او يدفعوا اجارات كبيره. بقى هالمسرح له اثر كبير بتاريخ المسرح اللبناني بفتره النهوض. نعم، هالفتره اللي ذكرت اسماء كثيره بنوجه لهم تحيه، منهم بعضهم عايشين اليوم وهالقد عندهم شغف وهن قدوه بهالموضوع، ومنهم فارقونا وسبقونا، انطوان ولطيفه ملتقى، هن رح يحكوا الكلمة لإلهم هلا بنقولها دانيال، رح نسمع. حاجة نقولة، ما معقول اقدر انساك حقيقة. هو
هو كان من أول رعيل دخل على قسم المسرح في معهد فنون الجميلة. تأسس معهد الفنون سنة 65. الوقتها عملنا طلب ما أجاش غير 5 شباب للمسرح، بيناتهم نقول أنا أخذتهم صرت اكتشفهم كذا، تبين لأنه نقول عنصر مهضوم قريب للقلب، يخلق جو بالمعهد، جو ولا أهضم من هيك، أعطيه أدوار يديرها على الكوميك. حسيت أنه موهوب كتير وخصوصا للكوميدي. بعد 4 سنين نقول كنت أنا فكر إنه بده يطلع منه كتير، وبالحقيقة وقت آخر سنة جينا عم نتداول كنا نشوف مين الأول مين التاني إلى آخره، طلع هو الأول وظهرت كانوا كلهم موجودين. قلت لهم واحد منكم رح يطلع منه كتير بالمستقبل، ما قلت له شو لنقوله، بس أنا كنت أفكر بالأولى. سنة 69 كانت البلد خربانة بلبنان، وكان صار لنا 7 أشهر مش عم نقدر نألف وزارة. بقوم أنا بعمل مسرحية سميتها أنا ناخب، وبعطي دور لنقولها اسمه وحده بضحك، اسمه كاتب زنكو. جيت لنقولها قلت له ليك أنا كمخرجي بعطيك الخط العريض تبع الدور، انت كممثل بدك تشغل خيالك وتخلق الخيوط الرفيعه. وبالحقيقه ما في غيره فيه إلنا انا ولطيفه، ابدا كل مدي بيجي لعنا بيجيب لنا زهور، بيجيب لنا بلون، بيجيب لنا عنب، عنب عنب مغدوشي بالنسبة إلنا أهم عنب، يعني بيجيب لنا مزهر كتير كتير حبوب، عنده إخلاص فظيع، مش معقول هذا ما بيتكافى. الحج الأولى هو بالحقيقة حج اليوم، حج بالمسرح وبالتمثيل أنا بالنسبة إلي. وأنا كمان هيدا الجيل الكبير عم يحكي عن الكبار يلي منحبهم ومنقدرهم، هيدا باختصار الحج نقولها. قدي كلامهم هيك بيلمسك بيعنيك، قدي بياخدك لأيام حلوة لذكريات لمواقف؟ بيعنولي كتير، يعني هن الأساتذة الكبار. شوف مش مهم بس الدراسة، يعني بيمرق أساتذة كتير ممكن بيعلموا، بس إنه يكون عندك أستاذة قدوة شغلة مهمة كتير، يعني إلى جانب الدراسة وإلى جانب الثقافة الكبيرة اللي بيتمتعوا فيها أستاذ أنطوان وست لطيفة، بيتمتعوا بأخلاق. يعني أنا عرفتك كطالب بمعهد الفنون، نعم، ورجعت عرفتها كزميل لقلون لمن أنا رجعت التدريس بمعهد الفنون الجميلة. الأخلاق المسلكية والروح الأكاديمية العالية اللي بتمتعوا فيها الأساتذة نادرة الوجود، مش عم بيلغ، بس أنا كتير اختبرت وكتير رحت وجيت وشفت طبعا. بس هالإنسان الأستاذ أو الأستاذي اللي بتحس إنه المسرح هو جزء كبير كبير كتير من حياته أو من حياته، بالتصرف بالتعاطي مع الطلاب أو بالتعاطي مع المهنة بالتحديد، إن كان بمهنة التدريس أو مهنة الصعود على خشبة المسرح إخراجاً أو تمثيلاً، نوع من الترسل موجود بهالجيل هذا العظيم اللي بنى وأسس. ونحن كنا محظوظين، يعني أنا وغيري، إنه نمرق وندرس على إيديهم.
وكتار كمان محظوظين من جيلنا نحن يلي تلمزوا على ايديك اليوم. كتار من طلابك بيشاركوك، يمكن انا من الاشخاص اللي ما حلفهم هالحظ لانه درست بجامعه حضرتك ما بتعلم فيها، وبحسدهم على هذا الموضوع. على كل حال لزملاء الممثلين كتار تلمزوا وشاركوك بطولات واعمال وكانوا الى جانبك، قد ايه هالخطوه يلي الطالب بيوقف قدام استاذه بحكم مشهد بحكم قصة، ولكن هن هون اثنيناتهم زملاء بدهم ينسوا الدراسة كلها ويحطوا حالهم بالموقف. قد ايه على الصعيد الشخصي بينك وبين حالك هيك بتطلع اوقات بتكون فخور باللي عم بتشوفه، اوقات في ناس بتطلع بتقول كان بعد فيهم يعملوا يمكن احسن، بتفصل بعملك بين المدرس بين الاستاذ وبين الممثل يلي عم بيأدي؟ طبيعي اني بفصل. اي طالب او طالبه انا عم شاركه اداء دور على التلفزيون او على المسرح، نعم، اول شيء هو زميل صار بالنسبه لي. هلا زميل انه بدك تعمل معه بالاخلاق المفروضه بتكون موجوده بين الزميل مهما كان الفارق العمري او فارق الثقافي والتجربي، هي طبيعتي انا بالتعامل هيك. نعم. وبدك تاخذ بايده لانه بكون اصغر منك بالعمر، شغله اخلاقيه انا بحس يعني كمان الى جانب الشق العاطفي اللي بيكون انك انت عندك طالب عايش انت وياه 4 سنوات. نحن الطالب بمعهد الفنون بقسم المسرح بالتحديد بيختلف عن علاقته، بعتقد بتختلف عن الدراسه النظريه موجوده مثلا بباقي الكليات او حتى بباقي الفنون. لا. نحن كثير قراب للطلاب، نحن كثير بنعرف بعضنا، واذا كان ما في محبه وفي تواصل وفي تفهم وتفاهم بين اثنين لدرجة انك تعرف نفسيته للطالب، تعرف يمكن بعض مشاكله الاجتماعية، يقول له ثقة فيك انت بي تتحول الى بي وخي، ما بتنتظم الحياة ليقدر الطالب يكون مرتاح ويقدر يوصل ليعطي. نعم. بقى هالشي بينعكس كمان بعدين طبعاً بالشغل. يعني بالسنوات الأخيرة كمان من الأعمال يلي يمكن كتار الأعمال يلي لمعوا، ولكن بالسنوات الأخيرة البداء وين كنتي، يعني في عناوين اوقات بتكون رنانه اكثر من غيرها، اكيد لا يقل الشغل فيها اهميه عن سواها من الاعمال يلي عم تنعرض. لما وقفت قبل ريتا حايك يلي الدور يمكن بحكم فارق السن وبحكم انه كنت استاذه بالجامعه، وهذا شيء بيذكره المخرج سمير حبشي، كان في بعض الخجل ببعض المواقف وبعض المشاهد، خليني اقول بحكم انه عم بت قدي وعم بتجسد دور الحبيب مش البي مش القريب مش صاحب أو رب العمل. كيف كانت العلاقة؟ كيف اشتغلت على هالخجل لحتى تمحيه وتقدر تطلع بالشخصية؟ أول شيء مفروض علي أني أمحي الخجل. وقت اللي بدك تمثل شخصية بدك تقرب من الشخصية، بدك تقرب منها تقريبا تصير أنت وياها واحد. بدك في بعض الناس الكبار بيستعملوا بدك تفوت بجلده، ستانيسلافسكي بيعتقد بيقول هاي صحيح، مش بالضروره يفوت الواحد بجلده الشخصيه، بس كثير بده يتقرب منها، كثير بده يتعاطف وياها، بده يعرفها بالشخصيه، وبده يصير وقت اللي بده يلعبها يلعب الدور، يعني بده يلعب الدور بحذافيره. مع ريتا هيك كان لازم يصير الشغل بالنسبه لإلي، بدي انسى انه هي تلميذتي ومثل بنتي، بدي انسى هالشيء حتى اقدر العب الدور واعطي كل العاطفه او كل الشعور اللي بتعطيه الشخصيه. بس كان الدور هون بالنسبه لي انا دوبل، انه انا بعرف ريتا انها خجوله، واكيد هي بده يكون عندها مشكله. طبعا مش انا بده يكون عندي مشكله، انا اسهل عندي تخطي المشكله مع طالبه من عمر بناتي من ان هي تتخطى المشكله مع انها تحب شخص بعمر بيا واستاذه بنفس الوقت. فكان علي انا انه مهد الامور، انه اخلق جو حلو، جو من المحبه والتفهم، وزيل هالعوائق اللي ممكن انها تكون موجوده انا عندها، وهي كانت موجوده عندها لانه بطبيعتها عندها هالخجل هذا والاحترام العميق للاكبر منها بوجه عام، فكيف اذا كان استاذه؟ بقدرنا نخلق جو، والاستاذ سمير لعب دور كبير بهالموضوع طبعا، انه يقرب هذا ودائما يفوت على 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 المشاهد يمهد لها، يمهد لإلي ويمهد لريتا، يمهد لنا
لحتى ياخذ منكم افضل ما يغني المشهد. صحيح، ونكون مرتاحين للشيء اللي عم نقديه وبدون خلفيات الا خلفيات الشخصيات. خلفيه الشخصيه مهمه. ريتا اسمح لي اقول لك، تفضل. قبل من انا كنت لاحظها هالشيء، انه وقت نقعد بدنا نقوم يعني بدنا نطلع على السيت لحتى نمثل، حسه صافني. هالصفني هيدي هي صفني التركيز، صفني التركيز على الشخصيه، وتفكر بوعي انه كمان لازم تنسى قصه العلاقه بين طالبه واستاذ، مفروض عليها. وكل ما كان الطالب الممثل او الممثل بوجه عام قادر على التركيز على الشخصيه وانه يتقرب منها، كل ما كان ممثل شاطر. من 1 على 10 قد ايه بتحط لها لريتا على ادائها بوين كنت بالجزء الاول والجزء الثاني تحديدا؟ 10 على 10. ريتا حايك، مساء الخير. يا كثير 10 على 10. 10 على 10 و100 على 10 كمان. النجمه ريتا حايك، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير حاج. اهلا اهلا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا فيك. هيدا الحاج عم يحكي عن ريتا. ريتا قد ايه التجربة يعني استاذ نقولة كان استاذك بالجامعة وجمعكن يعني عمل كان من الهتس بالسنوات الأخيرة وين كنت، وبعرف قد ايه على صعيد الشخصي كمان بتقدري إنسانيا وكمان على صعيد الدراسة، قد ايه هالإنسان قادر يغير بكاريير الشخص وقد ايه مهم الوقوف قدامه والأداء قدامه. كثير 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 شادي، قد ما أقول لك ما بيكفي. أول شيء قد ما أقول لك معزة الحاجة الأولى عندي ما بخلص، ويمكن كان كثير واضح هالمعزة وهالمحبة اللي عندي إياها والاحترام لإله بشغلنا مع بعض. نعم. وحسيت برهبة كبيرة، بس بذات الوقت بدك تكسر هالرهبة لأنه الحاج عم بيلعب دور زوجي. هلا عم بقول الحاج، بس تعرف على السات كنت عيط له نقولة، يقول لي سمير حتشد بين نقولة، قال له سمير هذا جوزي يعني لازم يكون فيها العلاقة بيناتنا ولازم يكون فيها الحب، لأنه بتعرف بأول حلقة من وين كنت لما كنا عم ضبط له الكرافات وقفين بالأوضة وعم نحكي، كان في حب بعيوني وعن جد، وأنا قلتها للناس اللي يعرفوني، هذا الحب كان حقيقي، هيدا أدميغاسيون، هيدا ريسبي لهالشخص اللي هو الأستاذ نقولة اللي هو كان أستاذي، وبعدين خلص صار في إلسة بيناتنا والشغل معه كثير كثير علمني. الشغل مع الحاج نقوله هو يعني هي تجربة ما راح انسيها بحياتي انا اكيد، وبعد هلا كل ما يحكيني او شوفه هيك تحس قلبي عم بيدوم. يعني مثل ما خليتونا نتابع كل مجريات القصة والمشاهدين، ريتا هالقد كنتوا مقنعين وكنتوا نجوم حقيقيين قلبا وقالبا. انا بدي اشكر مداخلتك، على امل اللقاء قريبا وموفقه بكل شيء بتعمليه لانه بيلبق لك النجاح. ميرسي ريتا. ميرسي نقولها، بحبك. باي. انا بحبك كثير بتعرفي. ميرسي ريتا. باي باي. تشاو. هيدي ريتا حايك، وهيدي الاجواء يلي بتاخذنا بكواليس ما يعرض على الشاشه لحتى نشوفها الحقيقيه كيف بنلمسها من اشخاص هالقد بروفيشنال، هالقد نجوم مثل ريتا وحضرتك، وهالقد كبار مثل حضرتك بادائهم وبحضورهم. بعد الفاصل رح نعرف منك اذا حضرتك رح تكون نجم من نجوم الهيبه بالجزء الثاني، رح نحكي مسرح لانه في تحضير مسرحي على صعيد وطن عربي كمان، تفاصيل اضافيه مشاهدينا ما تروحوا لبعيد. سهره عمر مع الحاج نقولة، مع النجم نقولة دانيال بسهره عمر. بريك ومتابعه، خليكم معنا. مشاهدينا متابعة، نحن وياكم سهرتنا حلقة من العمر وللعمر مع نجمنا نقولة دانيال. أهلا وسهلا فيك سيزن أولى. لما نحكي عن مسيرة بتنطبع بالتلفزيون بالمسرح بأعمال، وخاصة إذا بدي أحكي عن الدراما بما يتعلق بلبنان، لما نطلع على دول عربية، لما نطلع على الدراما السورية تحديدا، منشوف مسلسلات نجوما مخضرمين، نجوما أعمارهم غير أنهم بس يمكن صغار ومغرومين ببعضهم، منشوف بطولات مسندة إلى كبار بوقعهم بشغلهم بسنهم. بلبنان مش كتير معودين على هالموضوع. حضرتك يمكن بالسنوات الأخيرة البداء عمل ثورة بالشخصية يلي أديتها،
واجت وين كنتي من بعده لحتى يكون عم يفتح باب ومساحة لنحكي الأشياء مثل ما هي لأدوار ناس بيستحقوا وهن الأصل والأساس إنه نعطي مجال لقلنا، لأنه هيدي ربح لقلنا إذا منكون عم نعطي بطولة مسلسل كامل ومطلق لنقولها دانيال. اليوم قديه في إشحاف بهذا الموضوع بحق نقولها دانيال وسوى من الكبار يلي منتمنى نشوفهم بثنائيات عم يلعبوا بطولة مسلسلات؟ لك اللي بدي أقوله مثل ما سبق ولا نوه، اللي بدي أقوله هو مش عني بس، بينسحب على كل الفئة العمرية اللي مثلي. لا في إشحاف، وفي إشحاف، في إشحاف كبير. يعني أنا يمكن بالصدفة طلع دور مثل وين كنتي، إنه رجال كبير بالعمر بينغرم ببنت من عمر ولاده إلى آخره إلى آخره، وبنيت الشخصية وبنى المسلسل وحبته الناس وتعلقت فيه وشافوا إنه هذا الشيء جزء من مشاكل المجتمع ومسلسل كان ناجح. نعم يمكن بالصدفة، بس هل هنالك قصد عند أولي الأمر بسميهم أنا؟ أولي الأمر يعني هني اثنين أنا برأيي، بالدرجة الأولى المنتج بيدفع مصاري لحتى يعمل مسلسل. نعم. وبالدرجة الثانية المنتج اللي بيأثر على الكاتب لحتى يكتب قصص مسلسلات تتناول هالفئة العمرية، هيدي الناس اللي هني من عمري. نعم. إذا عرفت الحقيقة هيدي، إنه مثل ما عم تقول إنه ممكن شخص بهالفئة العمرية مثل ما عم نشوف برا ببلاد الأجانب وببلاد العرب، إنه ممكن هالعمر هذا يعطي مسلسل قوي ويعطي مواضيع جديدة ترفض الدراما اللبنانية. نعم. بأشكال جديدة وبمواضيع جديدة وبمعالجة مشاكل جديدة، هي بتكون غنى للدراما اللبنانية. بس يبدو مثل ما لاحظت أنا بالأخير إنه هون التركيز على الشكل الحسن، إن ذكور وإن إناث، بيركزوا كتير على هيدي. وأكيد أكيد الكاتب يعني بالنهاية بده يكتب ليبيع، ليبيع بده يكون المنتج عم يطلب منه إنه يكتب لهالنوع من يعني لهالفئة من الممثلين اللي هني شباب يعني وحلوين. وأنا مش ضد، بس كمان إذا بكون في تنويع بيكون الدراما اللبنانية أقرب إلى الحياة، أقرب يعني إلى إن تعكس الحياة الواقعية الواقعية المجتمع. نعم. اللي هي خلقاني لتعكسه يعني بالنهاية وتعالج هالوظيفة الأساسية مشاكله، وإن تقدم نكهة جديدة كمان للدراما اللبنانية. أنا بدعي للكتابة لهالعمر، لعمري ويمكن في ممثلين أكبر مني بالعمر، وبعدين كل الشباب اللي هلأ هني شباب وهني جون بريميه وهني نجوم لامعين ومنحبهم ومنحضرهم، عاجلا أم آجلا بيوم من الأيام بده يصيروا بعمرنا. هيدي الدنيا على كل حال يعني تستمر وبتكمل. اليوم هذا الموضوع اللي عم نحكيه بما يخص الدراما، اليوم لما تطلع بالدراما اللبنانية من منظار إنسان محترف ومن منظار المشاهد ومن منظار عين النقد يلي بتتمتع فيها، اليوم في اشياء مقبوله من غض النظر عنا لانه فينا نعطيها مبررات، وفي اشياء يلي هي السؤال لحضرتك، شو الاشياء يلي انت بشخصيه قلبي دق بتقول بفهمش مش لازم هيك يصير؟ شو اللي مش لازم يصير؟ يعني الشيء اللي قلته اذا بدنا نحكي عن الدراما اللبنانيه لازم يصير المسار الطبيعي، يعني الكلمتين اللي قلته بالاخر انه كل النجوم بالنهايه بدهم يصيروا يوما ما فئة عمرية أخرى. طيب هودي مواهبهم وإطلالاتهم ونجوميتهم بتوقف؟ مش طبيعي. يعني لازم الدراما تلحقهم. هذا اللي بس إذا بدنا نوصل لهذيك الأيام والله يكون عطيني عمر وما أرجع شوفهم بدي أقول بفهمش، لازم يكونوا موجودين. ولازم مثل ما الحياة بتعطي الشباب مداهن، بتعطي اللي أكبر كمان عمرا مداهن والأكبر كمان عمرا مداهن، وبدلوا قادرين ينجوا وبدلوا قادرين إنه يعطوا لهالدراما مثل ما قلت نكهة ومدى جديد. بكرة كل إنسان بده يكبر بالعمر، النجم ما لازم يتقاعد لأنه كبر بالعمر، بالعكس لازم ينكتب له لأنه عمره في نكهة جديدة، وهالخبرة ما لازم تروح دعان،
وهالحياة عم تعطي المجتمع ومشاكله بكل تقلباته. صحيح. غني. والفنان مثل الألماز بصير عم بجوهر كل ما الحياة وكل ما التجارب يمكن مرت عليه أكثر، وبتصير القيمة أهم وأكبر مثل ما عم تذكر أستاذ نقولة. اليوم لما نحكي عن المسرح قلت على صعيد المحلي ما في مشاركات، ولكن بعرف أنه في كلام، في همس، في حديث عن مشاركة عربية، ما بعرف، خبرني عن التعاون مع المخرج والمؤلف المسرحي الكويتي يلي هالقد منفتخر فيه بالوطن العربي وعالميا كمان، سليمان البسام. بالفعل سليمان البسام عالمي. سليمان تعرفت علي انا الحقيقه، حتى نذكر الحقيقه، الاستاذ جوزيف ابو نصار هو اللي قال له، في واحد اسمه دانيال عم يبحث عن ممثل لشخصية، قال له في فلان بيعتقد بلبي طلبك جوزيف، وتعرفت عليه. يعني صار لي أنا تقريبا شي 13 سنة هو يعني إذا حدا بده يفوت على السايت هو اسمه سبب.com، سبب الفرقة يعني تبعه، مسرح سليمان البسام اسمه سبب. من 13 سنة أنا شاركت بأول عمل اللي كان اسمه مؤتمر آل هاملت. كان سليمان البسام بهديك الفترة عم بيشتغل على شكسبير، اقتباس ومش اقتباس، في محلات فيها تأليف على شكسبير. هاملت هذا صار هاملت عربي طبعا استنادا الى الستركتور اللي كتبها شكسبير. نعم. سماه مؤتمر آل هاملت، آل هاملت مجتمعين وعم يعملوا مؤتمر ليحلوا مشكلة هالولد الى اخره الى اخره. مسرحية رائعة وبرامج بالعالم كله. اليوم شو في تحضير جديد؟ بدي احكي عن ثلاثية، أنا شاركت بثلاثية شكسبيرية، يعني بمؤتمر آل هاملت، بريتشارد الثالث مأساة معربة، ودار الفلك اللي هي مستندة كانت إلى الليلة الثانية عشرة لشكسبير، هاي التريلوجي تبع شكسبير أنا شاركت فيها. من سنتين أو ثلاثة استدعيني إلى باريس، كان فرع جامعة كولومبيا بباريس طالب منه كأستاذ زائر يعني إنه يكتب مسرحية وقدمها بجامعة كولومبيا بباريس. النص كان كاتبه عن أور، مدينة أور في بلاد ما بين النهرين، عن شيء بيصير بهديك الفترة السومرية بهديك الأيام. بنت، بدي أختصر شوي، إنه هو عم يحكي عن المرأة وعم يحكي عن اجتياح أور وتدمير أور وسحل هذه المرأة، هذه بنته للملك اللي هي كانت بنت رافضة وبنت ثائرة، هذه نعم. هيك جروسو مودو طبعاً. أنا رحت شاركت بدور البي طبعا هونيك دغري، حفظت الدور وكتب شيء مثل الانترماد يعني بقلب المسرحية، اللي كان مفاجأة كبرى إنه كان في خالد الأسعد اللي هو كان مسؤول عن تدمر وآثار تدمر ومتحف تدمر، سحلوا الدواعش وقتلوا وعلقوا الشارع. فكانت مفاجأة إنه كتب سليمان البسام هونيك بفرنسا دور أبرز فيه عن هذا الشخص اللي هو مسؤول عن الأثرات، والأثرات هي الحضارة الباقية واللي هي طبعا الحضارات هي امتداد. المهم إنه أنا لعبت الدور، وبيطلع خالد الأسعد من بين الأموات بيقول أنا هلأ خالد الأسعد، ببلش بروفيسور عم يعطي محاضرة وبقول أنا خالد الأسعد، أنا كل عمري حارس على القبور، نحن مننبش قبور ويعني حفريات وإيش مثل، أنا هلأ عم دور على قبر، وتصور المونولوج اللي بيعملوا بهديك الفترة. كان مفاجأة رائعة يعني وعظيمة. نعم. المخرج الكويتي العالمي والمؤلف المسرح سليمان البسام، مساء الخير. مساء الورد. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بهالمداخلة، شكراً لوقتك. قدي يعني بحسب رؤيتك وخبرتك مع الأستاذ نقولة دانيال، شو أهمية العمل مع أستاذ مخضرم مثل الممثل نقولة دانيال؟ أنا سعيد بهذه المشاركة، أولاً لأنكم يعني تعطوني الفرصة أني يعني ألقي كم كلمة بحق أستاذي وصديقي نقولة دانيال. الحقيقة يعني الأستاذ الأولى عرفت عليه عن طريق صديق مشترك، نعم،
وبالسنوات، وأنا كنت شاب وقتها وقلت له يا حاج نقول عندي مشروع حول الشكسبريات وأتشرف بحضورك معاي وكذا. وهو يعني كونه يعني كونه جميل أولا وكونه مبدع ثانيا تحفز لهذه المغامرة، ومنها انطلقنا إلى محطات كثيرة سوية. وأنا الحقيقة يعني يجب علي أني أقول أن الحاج نقولة من أميز الفنانين العرب اللي يقفون على خشبة المسبح اليوم. هو يتميز بعمق ثقافته، وثقافته اللي هي رفيعة المستوى وعميقة الأبعاد. فهو قارئ نهم وصاحب ذاكرة غريبة وصاحب فضول على الصعيد اللغوي، يعني ليس له مقار. فهمه للنص وفهمه للشخصية وتصوراته لكيفية تقديم الأعمال يعني في أكثر من مرحلة، أعتبر الحاج الأولى شريك لي في تصور مشهد، في تصور موقف. وفوق هذا كله الحاج الأولى هو رجل نبيل الطباع، نقي السريرة، دائم الابتسام. فأنا الحقيقة يعني سعيد، أكثر من سعيد، أنا فخور بفرصة الحياة الحقيقة اللي جمعتنا سوية، واللي إن شاء الله راح نكمل في مشوارنا على فضاءات المسرح المختلفة بعملنا مع بعض في ميونخ في ألمانيا. صحيح. السنة هذه يعني ونتمنى أن يكون لنا الفرصة أن نقدم هذا العمل أيضا لكم في لبنان. شكرا، لأنه عم تعطونا انسجام هالقد حلو وهالقد منفتخر فيه، مش بس بلبنان وبالكويت، على صعيد العالم العربي كله. شكرا لهذه المداخلة، وعلى أمل اللقاء القريب. المؤلف المسرحي والمخرج الكويتي العالمي، شرفتنا سليمان البسام، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، نورت. شكرا لكم. شكرا. شكرا لحضرتك، نورتنا. يا هلا. شكرا سليمان. شكرا، ناطرينكم بميونخ بالعمل، وناطرينك دايما على كل حال بجديد بإطلالات الهيبة. ما رح أخذ جواب منك هلأ، بدي أتركها لأسرار لقدام شوي، لنخلي مجال أنه نكون عم نعطي كمان هيك سسبانس أكتر لنعرف تفاصيل عن هيدا الموضوع اليوم بهالمشاركة يلي إن كان على صعيد العربي أدي هيك فيها طعم مغاير. يعني مشاركة ميونخ، ميونخ شغلة كبيرة كتير، يعني إنه نروح نشتغل على أكبر المسارح بألمانيا، ويمكن بعد العمل على المسرح الثابت بميونخ ننقل إلى تورنيه، يعني يكون في جولة إن شاء الله. يكون لنا حصة بلبنان على كل حال. منا أنا إن شاء الله، يعني منفتخر بهذا الموضوع. الضوء غمزلنا بإشارة منه لحتى نكون عم ننتقل للفقرة تانية ببرنامجنا والعاني بالزمانات. تفضل. والعاني بالزمانات، بالزمانات. الزمانات، الوقت يلي بياخدنا لورا، يلي بردنا دايما هيك أوقات. متصالح مع فكرة الوقت؟ كتير. أف. كتير. أنا ما يعني مش إنه ما بيعني لي، بيعني لي كتير الوقت، بس كتير متصالح مع الزمن وعايشه بكل تفاصيله، لأني يمكن لأنه الماضي عندي كتير نضر. مثل طقس مغدوشة؟ عادة الحمد لله، شكرا الله. لك في منهم يمكن ببلشوا يدبلوا لأنه الماضي بيصيروا يعتبروه من شيء مضى عليه الزمن. أنا الماضي عندي بمخيلتي كتير نضر، يعني من بدءا من طفولتي لكل شيء عملته كتير موجود، وهالنضارة جاي من الاستذكار الدائم، إنه دائما بعيد الأشياء وبدلني معلق فيها وبدلها طازجة، فينا نقول نضرة بمخيلتي، والأماكن لأنها مربوطة بالأماكن. نعم. مع كل ما بتحمله المدنية اليوم من تعدي على البيئة وعلى الطبيعة، أنا بتضل الأماكن عايشة فيه،
يعني بعرفها مثل ما هي وبحس فيها، بحس فيها احساس ملموس يعني مش احساس. هالاماكن يلي عم تحكي عنها بتاخذنا من دون استئذان ومن دون ما نفكر مرتين على طقس حلو، على مخدوشه طيبه بناسا وبكل تفاصيلها. رح نروح نحن وياه جزدوره صغيره نرجع نتابع. يلا. يعني وقت اللي وعيت على هالحياه، وعيت على رفقاتي، وعيت على الضيعه، وعيت على كروما وعلى حواكيرا. مغدوشه القديمه هذه احياءها يعني كلها سوا، هون كانت الساحه القديمه. هلا كنا نلعب، بس شو لعب الاولاد يعني بهذيك الايام؟ ما في لعب، ما حدا بيشتري لعبه. الولد بده يدبر حاله، قد ما هو اللعب حاجه قد ما هو مضطر انه يخلق لعبته بايده. هاللعبة يلي كانت تخترعها وكان المسرح يعني هيك خيال قريبة معك، قبل ما نحكي عن البدايات، قبل ما نحكي عن المسرح، قبل ما نحكي عن كل هالفكرة، إذا بدي أرجع لنقولة صغير، شو الصورة اللي براسك عن نقولة صغير، عن العيلة، عن التربية يلي تربيت فيها وكبرت؟ لوين بترجع؟ لأي صورة، لأي مشهد ترجع؟ برجع لبيتنا. البيت اللي خلقنا فيه وربينا فيه. نحن يعني مثل كل اولاد الضيعه، يعني عائله متواضعه، بي عامل بسيط بيشتغل بالورقه، بيتنا تراب، سقفه تراب وحيطانه كدان. و بتذكر يعني انه كنا ننام تحت الدلفه مرات وقت شت الدنيا كثير، صرنا ننقل من تحت الدلفه، تنقلنا امي تجرنا من محل لمحل بكل بساطه. يعني رابي بيت متواضع بس حلو. يعني ولد بالرغم من انه انا تعرضت لبعض المرض انا وصغير، بس كانت طفولة سعيدة جدا. كانت في قرايب، في رفقة كتير، في ضيعة واسعة، في طبيعة جميلة. قد ما بتعطيك طبيعة بتعطيك ادوات لتلعب. وفي الجيل، جيل بقي متماسك لليوم. يعني انا بطلع الضيعة هلا وبنطرح الصوت مثل ما نقول، بجمع تقريبا كل رفقاتي دغري بنتجمع، يعني بيلتفوا كله دغري بنلتف وبنقعد وبتعمر يعني ساعة اللي بدنا. بقى هيدي بعدها مستمره معي، يعني بعدها مستمره من طفولتي لليوم. وكل الناس اللي بعرفهم وعشت انا وياهم اللي صاروا بدنيا الحق اللي بعدني بتذكرهم واللي بعدهم عايشين، وكل ما اطلع على الضيعه يعني بقصد اني امشي بالضيعه لحتى ضلني موجود بين الناس اللي هني ناسي، هني حياتي، هني حياتي. يعني قدي سافرت وقدي رحت وقدي جيت، يا ما بقي بالسفر برا. يعني يمكن انحرمت من مغدوشة بس لما اضطريت تسافر لتابع دراستك برا، هيدي المرة الوحيدة، هيدي المرة الوحيدة اللي ظهرت فيها لبرا. بس كنت متواصل كتير، يعني كنت متواصل كتير مع الضيعة. وهلأ يعني أهلي مثلا محتفظين، لقيت إنه أمي محتفظة بكل مكاتيبي اللي أنا كنت أكتبهم. شو حلو. وقت اللي بفتح المكاتيب بلاقي ما فيش رقعة بيضة قد مكاتب، حتى الحواشي يعني قد ما كنت ده. ورفقات اللي كنت قد انبسطت بالتكريم يلي اكرموك فيه ويلي هيك بين عن محبه وعن هالقد بساطه، لانه فوق ما في تكلف، في هالقد بساطه وفي محبه ما بتعرف تغش، هالقد حقيقيه. كانت متعه بالنسبه لي ومفاجاه اساسا. يعني نعم. انا بشكر حقيقه شباب النادي هن اللي قاموا بالمبادره بالفكره. نعم. هي اجت بعد المراكس دور، وحسوا بتعرف اني في محبه، لانه في سلسله حياه متراكمه بضيعه ونشاطي بالنادي ومع يعني كيف موجود طبعاً. يعني انا اذا ما كنت موجود بالعمل موجود انه انا على القليل الويكند بكون فوق. بقى كانت مفاجاه عظيمه بالنسبه لي، وكان منظم بيني. شو بدي احكي، يا ريت كان فينا نحط في شيء رح نشوف بعض المقتطفات ولو صور لحتى نشوف هالجمعه قد ايه كانت غنيه، قد ايه كان في ناس، قد ايه كان عن جد كل الاشخاص المشاركين، قد ايه التنظيم كان لحتى يحتفوا بنقولها هيك. شو الشعور يعني لما طلعت، لما كنت بهالموقف هيك شو حسيت؟ اول شيء كنت فخور كثير باهل بلدي، انه يعني قد ما انا بكل شيء بعمله هن موجودين بيعرفوا، بكل شيء انا بعمله
مغدوشي موجودة وأهل مغدوشي موجودين. كنت فخور فيهم إنه قديش مهتمين. وهذا الشيء حسيته أكتر بضيوفي اللي أنا داعيهم ليحضروا التكريم، يعني أكتر زملائي يعني، ويلي كانوا كلهم موجودين، ما حدا قصر بوجوده. بالفعل اللي ما قدر إجا يعني اعتذر، كان عنده ظروف طبعا، وبعدين قال لي إنه راحت علينا فرصة بس كنا ظروف قاهرة. قد ما هني مبسوطين ومرتاحين وتعرفوا على مغدوشي، في ناس مفكرين مغدوشي بشي شي بلد شي ضيعة نائية، يعني ما عندهم فكرة، مش واصلين على هذيك، وشافوا أهل مغدوشي كيف بيعاملوا الضيف وكيف عم يعاملوني أنا بالتحديد، قد انعكست عليهم الصورة. طبعا بالفعل يعني كانت حشود ومثل عرس يعني، كان أو عيد أو شغلة فيها كل مظاهر الفرح والفخر وعلى رأسها سيدة المنطرة يلي انضمت للائحة التراث الديني العالمي. حاميتنا كلنا سيدة طبعا المنطرة. على رأس نحن أماتنا بالأربعين بس بعد ما تخلفنا أمنا، كلنا كانت تاخذنا وتحطنا على الهيكل، ومثل ما بيقولوا يمكن صار بعدين وقت النقمز عم نركض بهالجليلة بالحقول، نقول أمي رمتني والعذراء سلقتني. إن شاء الله دايما هيك بتضلك بهالإيجابية بهالروح الحلوة يلي فيها من الإيمان يلي منفتقده اليوم، ومن الحقيقية يلي كمان منفتقدها اليوم. بريك تاني اسمح لي نفوت عليه بحلقتنا، مشاهدينا ما تروحوا أبدا لبعيد لأنه بعد الفاصل في مداخلة، ما رح قلكن مين، ورح نحكي عن كمان العمل الدراسي، ورح نحكي عن أولى أيام خشبة المسرح والشاشة والأدوار والانطلاقة. بريك ومنتابع سهرتنا مع نجمنا الأولى دانيال. متابع مشاهدينا نحن وياكم سهرتنا، بشكر كمان كل الأشخاص اللي عم يتفاعلوا معنا على الهاشتاج سهرة أندرسكور عمر، على كل الأكاونتس تبعي على سوشيال ميديا. شكرا لوفائكم لمتابعتكم، شكرا أكيد للصحافة اللي دايما مواكبتنا بكل الحلقات. ليلى بعدنا متابعين معكم ومع نجمنا الممثل نقول دانيال، مشرفنا ومنورنا بهالحلقة. لما نحكي عن أولى دانيال نحكي عن اختيار المهنة، وين وكيف قلت أنه أنت بدك تفوت على هالعالم يلي فيه هالكم من السحر لحتى توصل وتصير مؤلف ومخرج وممثل ومستشار فني وإلى آخره، كيف لحتى عملت الخيار؟ يعني أنا بقول أنه التمثيل اختارني لأنه أنا ولد يعني كنا نلعب بالتمثيل، كنت حب التمثيل يعني هيك الآن هيك، كل جيلنا كان جزء كبير من لعبنا بالتمثيل، نعمل مسرحيات بالحواكير بالجلالة وين ما نقدر نلاقي محل نعمل مسرح فيه نتعاون عليه، نجيب خشب نجيب درف شبابيك نجيب حرامات كذا ونلعب نمثل. نعم. هلأ أول الرغبة موجودة، هذا الشغف من أنا وصغير، أنا وأترابي يعني نحن الجيل هذا كنا نحب التمثيل لأنه يمكن في قبلنا كانوا ناس، يعني نحن بنعرف التمثيل، شايفين ناس الأكبر منا عم يمثلوا ونعجب ونغرم بهالنوع من الفن، واللي عنده شيء إلا ما هذا الشيء يدفعه لتنميته إذا الظروف كمان ساعدته أنه ينمي هالموهبة هيدي اللي موجود. يعني أحبطك خيارك ببعض الأحيان؟ يعني قلت مريت بهالمراحل أو هالأفكار يلي كل الناس أوقات بتمرق فيها، ما في إشي هالقد وردية، الواحد بده يشقى في أوقات صعوبات لحد يوصل، في أوقات قلت يا ريت أنا رحت بغير اتجاه أو لا، كنت دايما بالرغم من كل شيء أكيد من قرارك. الإحباط آني، ظرفي آني كان يكون، يعني إله علاقة بمشاكل مرات بالشغل بالمسرح أو بالتلفزيون أو بالسينما أو آني، بس إنه أطلع من الشغلة لا أنا أسيرة، يعني أنا قدري وظرفي أخذني لهالمكان هذا، أخذني أبدا، صرت كأنه هي سلسلة، يعني أنا تأثرت باللي قبلي وإجا النادي بالضيعة نمالي موهبتي حطني قدام جماهير عريضة بمعنى الألاف من الناس، إنه أطلع مثل قبلهم قبل ما أفكر بمعنى الفنون، ما كان موجود، ما
معهد الفنون لحتى أنا أحترف أو أدرس. صحيح. لا، كنت النادي هو ساحتي، هو مصطبتي اللي أنا بقدر صيح عليها. رح نرجع لهالانطلاقة، رح نرجع لهالعرش والعرين يلي انطلقت منه، ويعني كل ما أنت عليه اليوم في جزء منه بيروح لهيديك المرحلة. نعم. رح نشوف، نرجع نتابع القصة. سنة 62 دفعت الدولة باتجاه تأسيس مهرجانات بالمناطق. نعمل بصيدا مهرجان المسرح العائم. نحن بلشنا فيه هون بالنادي بتأسيس أول فرقة فلكلورية تحمل اسم مغدوشي من شباب وصبايا مغدوشي، ونزلنا شاركنا بالمهرجان. من هون بلشت الفكرة بتأسيس فرقة دائمة للفلكلور تتبع للنادي، وهيك صار. ينكتب سكتشات، ينكتب مسرحيات غنائية، لعبت بمغدوشي على مدى 10 سنوات تقريبا. أنا كلنا مشارك فيها بالكتابة، بالإخراج، بالتمثيل، وخاصة بالتمثيل الأدوار الكوميدية. هذه مرحلة جديدة بحياتي، أني أنا ما كنت أحمله في ذاتي من هواية رايح هلأ صوب الدراسة، صوب إتقان هذه الموهبة وجعلها يمكن تصبح مهنة. يعني من بعد الجامعة أنا استفدت من منحة، بعتوني على إيطاليا للدراسة، رحت درست 3 سنين. هيدا إيطاليا، بكفي المشوار بإيطاليا. قدي عطيك الدراسة الغربية، شو ضافت، شو عطيتك، شو كان السحر الخاص يلي خلتك يعني مع مشاركاتك هونيك، يعني شاركت مع بأعمال عالمية ورجعت حطيت كل هالشغف، كل هالدراسة يلي أخذتها وصبيتها هون بلبنان، شو عطاك العلم خارج لبنان؟ أول شيء عرفني على تقنيات كنت رايح أنا أساساً لفتش عليها، هي تقنية الجسد، تعبير بالجسد والإيماء وإعداد الصوت. هودي قبل كل شيء بدون دراسة، أنا درستهم بمدرسة متخصصة، يعني في ناس شغلتهم ودرستهم وتعلمتهم طبعا على الطريقة الإيطالية، بس طبعا بفكري أنا أنه كيف بدي أقدر بعدين هالتقنيات أنا أقدر استعملها بلبنان، لأنه كنت أنا أخذ منحتي من الجامعة اللبنانية. لا. عدا عن ذلك، وقت تنوجد بأوروبا وحولك هالكم الهائل من الفرق والمسارح الدائمة والمسرحيات المنوعة اللي عم بتشوفها، الأنواع المسرحية اللي عم بتشوفها، حكما بده يتكون عندي ثقافة شاملة عظيمة. ونحن كنا بالمدرسة اسمها البيكولو تياترو، البيكولو تياترو هو المسرح الصغير. نعم. تابع لبلدية ميلانو، مدينة ميلانو، وفي مسرح تاني غير المسرح الصغير اسمه الليريكو اللي بيأدوا فيه مسارح غنائية، وكانت الفرصة مفتوحة قدامي أنا كطالب أني أشوف اثنين وكبار المخرجين عم يقدموا أعمال رائعة. يعني بيتعلم الواحد هو عم بيشوف وعم يسمع وعم يقرأ، يعني كانت المرحلة كثيفة جدا. نعم. وبحكم وجودي بميلانو انه انا قريب من فرنسا، كانت كل اوقات فراغي قضيها بباريس. كان عندي بباريس صديق في اترحم علي اللي هو المخرج السينمائي، يعني رائد السينما التسجيلية، اللي هو جان شمعون الله يرحمه، كان حبيب ورفيق العمر يعني. وشفنا كلنا شو كتبت على فيسبوك، كيف هالكلام يلي هالقد بيلمس وهالقد قريب وحقيقي. ايه، جان جزء من حياتي، من عمري يعني. بقى اطلع انا على باريس، وباريس بتعرف عاصمة الاضواء وعاصمة المسارح طبعاً. والجمال والاخره، بقى تكتمل هالثقافة، هذه المزيج من الايطالي والفرنسي، يعني او انزل على روما او اطلع على باريس، وقعد انا بين الاثنين. هيدي الفترة، هيدي فترة دراسة وفترة مشاهدات رائعة وفترة مشاهدة أساليب أخرى والاحتكاك بفنانين آخرين كمخرجين كممثلين، في عندهم أساليب مختلفة، غنت لي ثقافتي كتير 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 طبعا. من بعد هالفترة لما انكبيت على العمل بلبنان وبلش يلمع اسمك أكتر بهديك الفترة، كتار من زملاء المهنة أنت وياهن كان لكم فضل على نهضة الدراما، على وجودكم، على جديتكم بالعمل يلي أوقات منفتقدها بجيل اليوم، هالجدية، هالرصانة، هالالتزام، هالدقة، هالاحترام يلي للأسف
ببعض الأحيان ما بتكون موجودة، مداخلة من شخصية عندها نفس السمات جاية من هالزمن يلي حلو ونيالنا أنه بعدنا عايشين بزمنهم، راجعة مع جائزة بالدوبلاج، مش بس ملكة بالدوبلاج وأيضا ب يعني شخصيتها بحبها بشغفها بعملها كله مسيرتها الفنية الطويلة، الممثلة النجمة وفاء طرباي. مساء الخير. يسعد هالمساء. أهلا وسهلا فيك. منورين أنتو والضيف الكريم، هذا المفخرة لإلنا اللي بنعتز فيه، يعني نحن مثل أرز لبنان مثل جبال الشماء. الله يخليك. نحن والحج نقول مبسوطين فيك قد الدنيا بهالمداخلة حبيبي، وأنا فرحي أكبر صدقا. وبدي أقول لك شغلة، أنه فضلي. أنا أول تروفي لأنه أخذت اثنين امبارح، كان التكريم لإلي ألف مبروك ب 12 الشهر وب13. بالفعل شيء بيفرح، شيء بيبهج، لأنه شغلة ديش بعد في ناس عندها مصداقية، عندها طيبة، عندها محبة. شو الميزة بالعمل إلى جانب الحج نقولة؟ الأستاذ نقولة هو أستاذ وهو موسوعة وهو فكر وأدب وتهذيب ومثال للانضباط للأخلاق، يعني نموذج يحتذى في كل الأشياء. ما بدي أحكي أنا بس أنه هو شو عنده من القيم والأشياء الفنية، لأنه ما بده وفاء طرباي تحكي عنه، هو بيحكي عن حاله طبعا. يعني أستاذ مدرس في الجامعة، أديب وشاعر مهضوم، وعنده سيرة حياة حلوة كتير بالنسبة لعائلته الكريمة، زوجته وبناته اللي بجننوا، بناته ثلاثة نعم، وإنسان انضباطي بالحياة وانضباطي بعمله، وكل شغلة مقدسة عنده. يعني وقت اللي بفوت على العمل بفوت مثل هيك عاشق ورايح لحبيبته إنه يهديها كل العطر وكل الحب وكل الحنان. شو حلو. والله والله إنه متعة الشغل معه الأستاذ. شكرا لك الممثلة ونجمة وفاء طرباي، على أمل اللقاء القريب. شكرا لأنك نجمة بكل المعايير، وألف مبروك التكريم. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. نحن بنكبر فيهم هودي الأساتذة الكبار. تسلمي ستنا، تسلمي. من كل شخص صغير أو كبير بيكون عندي شغلي حلوة، انه انا طفلي صغيري بعدني عم بتدرب على ايدي. الممثلة وفاء طرباي، شكرا لك، منحبك. هيدا هي وفاء طرباي. وفاء مثل ما ذكرت بنساء في العاصفة، يعني في جام هيك طويلة بالعلاقة مع وفاء طرباي. نعم. هي ايقونة بكل معنى الكلمة يعني، وبالفعل هي مثال الممثلة المنضبطة ذات الاخلاق الرفيعة، عدا عن فنها وعدا عن خبرتها الطويلة. وفاء طرباي مطرح ما بتكون هي بركة العمل وقدوة بالانضباط طبعا، بحسن التعامل وباللهفة على الكل. نعم. من نساء في العاصفة اللي كنت فيها زوجة إلى ثورة الفلاحين الأخير اللي أنا ابنها. وينه ثورة الفلاحين؟ ثورة الفلاحين خلصنا شغل، صورنا شغل أكثر من روعة. ثورة جميل الفلاحين. عمل رائع بعتقد، يعني نحن وعم نصور كنا نقول نتيجة رح تكون عظيمة، وبالفعل عمل كبير ضخم وجميل، وفي حشد من أروع الممثلين اللبنانيين طبعا من كل الأجيال والأعمار إناثا وذكورا، ناطرين لنحضر. على كل حال، من بعد مرحلة يعني هالمرحلة الجميلة اللي حكينا عنها بالبدايات، بالدراسة، بالعمل، بالمسرح، في محطة ما فينا إلا ما نتوقف عندها كمان، العمل مع بيت الرحباني، مع منصور الرحباني. أدى هيدا هيك محطة كمان كان لها خصوصيتها بمسيرتك الفنية، ولو باختصار مع أنه الضوء غمزلنا قبل ما ننقل على الأسرار. التجربة، أنا تجربتي مع بيت الرحباني تجربة عظيمة يعني حقيقة طبعا. أنا كان إلي الحظ أني أقعد إلى جانب الكبير منصور الرحباني، وكنت مستشاره بفترة من الفترات، كل الفترة يعني اللي تعرفت فيها من صيف 840 لسقراط. نعم. يعني حوالي 10 سنوات أنا كنت إلى جنبه، كنت أفتخر بأني بعرفه وبيعرفني على الأقل، مع أنه كان في صداقة ود طبعا صارت تطورت العلاقة. فنان كبير يعني
شريطنا مجروحة وشو ما نحكي قليل. إنسان شاعر كبير، كاتب درامي كبير، ناس يعني مثل منصور الرحباني ما بيتكرروا، الله يرحمه، وأستاذنا كلنا سوا. وأنا كنت سعيد جداً أن يكون معه بصيف 840 وأني حط إيدي بالوصية كمخرج معه. صحيح. وكون مستشاره بعدين بسقراط، وتجربة بالنسبة لأني أنا ذهبية لا تقدر بثمن. أني أعرف منصور الرحباني عن قرب، أعرفه كإنسان وأعرفه كفنان كبير. ننتقل للفقرة الثالثة ببرنامجنا، والعاني أسرار، تفضل. والعاني كثير في وما في أسرار. في عندك أسرار؟ كل واحد عنده أسراره. أسرار بتأتمنها لناس قليل بالحياة، بتوثق بسهولة فيهم، أصدقاء مقربين أو لا، الحياة علمتك غير شيء. لك إذا بدي إجي أحصي أسراري ليل كتير، مش من أصحاب الأسرار أنا بوجه عام، مش من أصحاب الأسرار. أنا كتير مثل صفحة، يعني وقت اللي بكون عم ببيتي يعني مثلاً، أنا مثل الكتاب المفتوح بيقروني يعني على الغيب مرتي وولادي كل الناس اللي بيعرفوني. هلأ بكون في أفكار أكتر ما هي أسرار، إشياء حوادث صارت معه الواحد بتخلي ذاكرته دايماً مثل ما قلنا ذاكرته تعيدة، وإيش متلاقي في بعض الأشياء اللي ما بحبش أحكي فيها يعني، بس هي مش أسرار بس هالقد. في محظورات، شو اللي ما بتحب تحكي فيه؟ يعني هيدي هيك مسلمات بتقول انا هيدا الموضوع وهيدا وهيدا، هودي ما بجيب سيرتهم لا بالاعلام ولا على العلن ولا حدا له خصه فيهم، هودي بس لإلي لبيتي لأنا وزوجتي وبناتي الثلاثه وعيالي. تفاصيل صغيره من حياتي الخاصه، حياتي العزوبيه مثلا، تفاصيل صغيره يعني مؤثره بوقتها فيي كانت، وما إلا لزوم إنها تطلع، ما إلا لزوم أبدا يعني، بتبقى بعض المرات بترجع بتهيكي بتقب راسها بتحرنقني شوي، بس خلص يعني صفت من ماضي بتذكره بمحبة لأنه مش ناقم علي ولا يعني طبعا، أو إنه هربين منه. بالعكس هي موجودة، الحياة بتكمل بالرغم من كل شيء. نعم أكيد أكيد، هيدي سنة الحياة إنه الإنسان الحياة تستمر، وهو الإنسان لازم يعدي بس بوعي، لازم يساعدها أن تستمر، ما لازم يعمل على توقيفها. بالعكس لازم يساعدها على أنها تستمر، هي اسمها الحياة. الاستمرارية أحلى لما يكون في شخص مثل روني عم بيشاركك الطريق، زوجتك أكيد. هذا مش سر، شفت الشيء اللي بينحكى. أنا بقول لو ما روني زوجتي وعائلتي يعني بعدين البناتي، البنات الثلاثة، ما كنت قدرت كفيت بحياتي وقدرت حققت ذاتي واشتغلت بهالراحة بالعمل مثلا بالتلفزيون أو بالمسرح. مرقت فترات عصيبة يعني كانت، بس تفهم الزوجة هو جزء كبير من نجاح الرجل. إذا لم يكن هو النجاح، لأنه بتقدر زوجي غير متفهمة تعطل مسيري كاملة. نعم. قدين أولى دانيال أبو البنات الثلاثة، الأبوة غيرت أو شو عملت لما صرت أب؟ شو اللي تغير فيك؟ صرت أب، صارت علي كل حقوق الأب وكل واجبات الأب، والواجبات أكتر يعني، واجبات الأب أكتر، إنه هو مسؤول يعني، صفى في شغلات هو بده يوضع لها حد بحياته، لأنه الأهم إنه يستمر كأب، والأب هو قدوة، والأب هو الساهر، الأب هو المسؤول الأول تجاه أولاده طبعاً هو ومرته طبعاً. بس بيضل الأب له حيز ما حدا بيعبيه إلا الأب، وله مواصفات موجودة فيه بعلاقته بأولاده هن وصغار، وقت اللي بيكبروا، وقت اللي بيصيروا مثل أنا عندي بنات، وقت بيصيروا مراهقات، وقت اللي بيصيروا صبايا، وقت اللي بيتجوزوا، من بعد ما يتجوزوا صار عنده بنتك الكبيرة عندها ولدين. نعم صرت جد. نعم الحمد لله، نشكر الله يعني، نشكر الله انه الحياه الطبيعيه ماشيه بمسارها الطبيعي. بتكبر المسؤوليات، ما
بس إلى جانب هالمسؤوليات هيدي نعم. تكبر السعادة من مكان آخر، يعني تصير المسؤولية هي جزء من السعادة، جزء من هذا الفرح اللي بتكونه العائلة. ذكرت مواصفات للأب ما رح أعرفهم منك، رح أعرفهم من سارة. مساء الخير. مساء. سارة دانيال بنته لضيفنا بهالحلقة. نقولها دانيال، شو أخبارك سارة؟ الحمد لله، أنت كيف؟ أهلا وسهلا فيك. لما نحكي عن الوالد الفنان، الوالد يلي كل الناس بتحبه، مغرومة بحرفيته بالعمل، في جانب آخر بغيب عنا لما يفوت على قلب البيت ويتسكر باب البيت، هيدي حرمة البيت من الداخل. خبرينا هيك عن أولى دانيال يلي ما بنعرفه، يلي بعوايده، يلي بهيك تفاصيل حياته، كيف توصفي لنا هي؟ خاصة أنه يعني أغلبية أدوار الأب اللي تسند لإله أمرار بيعطوه، الأب القاسي اللي ما بيحب البنات، بس هو بالحياة هي عنده ثلاث بنات ولا واحدة بيعملها مثل تينا، أنا متأكد. لا أكيد. نعم. ولا مرة حسسنا أنه هو ناقصه شيء وما عنده صبي يعني أو ولد يعني. هو أب غير تقليدي. كيف يعني؟ يعني حياتنا اليومية عبارة عن مرح وعطول بيطفي جو من السعادة بالبيت من غير شر، وقتا ما يكون موجود منحس نحن أنه ناقصنا شيء، لأنه عطول عنده أفكار خلاقة. حيالة خبرية صغيرة بيحولها لمشهد تمثيلي مع مؤثرات صوتية إذا بدك. نكتوا عطول قريب لقلنا نحنا، يعني من نحنا وصغار ولا ما تعينا أنه هيدا الأب اللي بدنا نخاف منه، ويعني أكيد الاحترام موجود ومستهيب أكيد موقعه. نعم. بس ولا مرة حسينا خاف منه، عطول قريب منا. نعم. سارة شوفي هيك صفات. نعم. على الصعيد الشخصي، مع أنه فيها تكون إيجابيات كمان، أنت هيك ما بتحبيها فيه، بتقولي يا ريت نقولها ما بيفكر بهالطريقة أو بيتصرف بهالطريقة، أو يمكن هو هيك. شو هي الصفات يلي بتقولي هيك بتطلع عليها وبتقولي له، بتهمسي له، بتقولي له يا بابا؟ شو صفات يعني معنى؟ ما صفات يعني ممكن حسة سلبية، بس يمكن على حاله هو بلاقيه هو يعني هيك حميدة إنه هو متواضع، بس أمرار بلاقيه شوي يمكن فايل، يعني ما بيحب يعني يحكي حاله أو يسوق حاله، ونحن بزمن التسويق. بس أمرار بلاقي يعني برجع يعني إنه هو هيك نظرته لمسيرته الفنية وعم وناجح لهلا، وهو هيك مرتاح مع حاله، فما في ما فيك تطلب من حدا يتصرف على غير طبيعته، عكس هو هيك. نعم نعم. الله يخلي لكم اياه ويضل فوق راسكم بهالحيلة الحلوة، انت وخياتك اثنين والوالدة ستروني. تحية لكم وشكرا لهالمداخلة سارة دانيال، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم. اهلا وسهلا. يا هلا. هيدي سارة وهيدي بنت من ثلاثة يلي القلب بينقسم ثلاثة، ما فيك الواحد لما يكون أب ما بيقدر يفرق، بحب مثل ما قالت يعني هن معهم بحب لا متناهي، ولكن أنت بينك وبين حالك أوقات يمكن هالاقتناع بشو أنت عليه بتلوم حالك، أوقات بتقول أنه أوقات يمكن كان لازم أعمل أكتر من هيك أو اشتغل بغير طريقة، أو لا أنت راضي تماماً عن كل شيء حققته لليوم عملياً على كل الأصعدة؟ ايه بشغلي، لا بشغلي راضي، يعني من هي ظروف وفرص وطبيعة خيارات. طبيعة مثل ما قلت سارة معها حق، أنه أنا من الناس اللي ما بيسوقوا حيلهم، يعني أنه بدك تحكي عن حالك وتطلع دايماً على الفيسبوك وشو ما تعمل بدك، أنت موجود وبدك تعطي رأيك السياسي، أنا هودي ما بيعنوا لي. أنا أكتر شيء بلاقي حالي إنه أنا موجود بالشيء اللي عمل بعمله،
وبقول بترك هالشيء للناس. الناس هي بتقدر، هي بتقيم. يعني ما بعرف سوي حالي، ايه مش لانه ما بعرف سوي حالي، ما بقدر، مش طبيعي. خليني اقول لك منك بحاجه، لانه انت بكل اختصار نقولها دانيال ما في منك اثنين، في بس واحد ونيه لنا فيك. بريك اخير بحلقتنا، اسمح لي نفوت عليه لحتى نرجع نتابع القسم الاخير بهالفقره والفقره الاخيره. مشاهدينا خليكم معنا سهره عمر بالقسم الاخير مع نجمنا نقولها دانيال. نتابع القسم الأخير من سهرتنا سهرة عمر مع نقولها دانيال لحتى نتابع بالأسرار. والأسرار منا غريبة، اللي بدي أقوله هلأ أنك تكون عم تكتب لمرسال خليفة ولأميمة الخليل لأغاني هالقد حلوة، اليوم بعد تكتب في إشياء حطتها على جنب؟ لك كمان سؤلت عن هذا الموضوع، هو كان في ظرف، يعني كان في ظرف، بس اقعد اقصد اكتب ما بكتب، ماني من هالنوع. يعني مش طبيعتي انه بدي اكتب، لا بدي اتاثر بشيء، بدي محرض ما بكتب، هي طبعي بكل شيء. يعني وقت اللي بنحط قدام ازمه مثلا بنفعل بتعبر عنها، وبعبر عنها بصدق وبشيء حلو. كيف بتوظف هالشيء الحلو اللي عم تحكي عنه بتركيبة الشخصيات اللي بتلعبون؟ بتحط أوقات أفكار، بتحط يعني تصور ورؤية لشخصية معينة، بتقول هون بدي أحط هالفكرة اللي حطتها عندي عجنب من قبل، أو رؤية معينة بتفكر بهي الطريقة؟ إيه إيه أكيد بشتغل نظريا يعني ذهنيا إذا بدك كمان، وهالشيء لأنه صار عندي خبرة بقدر أعكسه جسديا أو بالاتيتود، يعني بالموقف وبال بالحركة. نعم. بالتعبير. بس بشتغل ذهنيا كتير على الدور، فكر فيه كتير، وفكر فيه أنا عم بقرأ، يعني بقرأ بين الكلمات أنه ممكن هون، يعني ممكن هون أنه الشعور يصير كذا لهالدرجة. ليه؟ لأنه أنا بعتبر أنه الشغل هو شغل واعي، ما في شخصية بدك تنخطف وراها. إذا بدك تنخطف ترتجل، والارتجال مش محمود. فكيف قدام الكاميرا؟ بالمسرح غير، حتى بالمسرح. يعني الشغل هو وعي، الفن بالنهاية وعي، ما في حدا بينخطف مثل عم أقول إنه ما في شيء بالصدفة. إيه أو بالصدفة بتكون عم ترتجل، والارتجال مثل عم لك مش محمود، لا قدام الكاميرا كان بالسينما أو بالتلفزيون ولا بالمسرح. فإذا بدك تشتغل بدك تبني شخصيتك، بدك تستعمل أدواتك اللي هني جسمك ووجهك وعواطفك وانفعالاتك، تعرف قديش بدك تاخد منهم وتوظف، وتكون مقتصد جدا بالشي، خاصة قدام الكاميرا لأن الكاميرا بتفضح. تكون مقتصد، مبدأ الاقتصاد كتير مهم بالعواطف والانفعالات. نعم. تعرف التراجليج، وهذا الشي بده وعي كتير، انك تقدر تعبر على الأد والمطلوب والمؤثر قدام الكاميرا. هذا بده تفكير، بده تفكير. ولما يكون في قائد أوركسترا هالقد عارف شو عم يعمل، ولما مثل ما أنت بتسميه صديق وزميل، ويزعل مين بده يزعل انه انتم هالقد بتفهموا على بعض من نظره. المخرج المبدع سمير حبشي، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك ومشكور على وقتك، بعرف بالتصوير على سات حضرتك، بس ما فينا ما نكون بمداخله معك بحضره نقولها دانيال، خاصه انه انا مغروم من النظره الاولى بتمثيل نقولها دانيال، والغرام يدوم يدوم ويدوم. نولا دانيال مش مجرد ممثل، هو نجم كبير، هو من أهم الممثلين بالعالم العربي عن كل أنا عم بحكيها. أنا كان إلي الحظ أنه يمثل معي بولاد البلد، بأحمد وكريستينا، بوين كنتي، بفيلم ضخام بلانار. كل مرة كان عم بجسد شخصية ويعطيها عمق أكبر للمكتوب بكثير. نقول دانيال متعة، انك انا بحسد المخرجين ونيالهم يلي بتسائب انه نقول دانيال يلعب عندهم. اف شو حلو هالكلام سمير. لما يعني نقول يشتغل شخصية، يشتغل كاركتير، هالتناغم يلي بينك
وبينه، واليوم كمان يعني برؤية كمان أوقات لشخصية مغايرة. شو اللي بيطبع وشو اللي بيميز؟ يعني اليوم بتشوفه بشخصيات يمكن منا كليشي منا ملعوبة قبل، يعني اليوم بأي شخصية بتشوف نقولها دانيال؟ شوف نقولها دانيال وقت لعب بأحمد وكريستينا، نعم، كان دور أنا بالنسبة لي عادي، ممكن هذا يكون نقولها دانيال من حيث الشكل والمضمون، بوين كنت كان دور مختلف كليا. أنا بالحقيقة وقت بعتنا له السيناريو خفت ما يقبل، قلت لأنه الأستاذ نقوله على طول بينتبه أنه قصة غرام وهو كبير وكذا، لا لعب الدور بشكل رائع. يعني ما تتخيل أنا والفريق العمل كنا ننطر المشاهد يلي نقوله دانيال بده يمثل فيهم. المتعة كانت باهرة بأيام التصوير، وبتعرف الضيق بالتصوير بتكون معذب وتعبان وسهران طبعا، بس الحاج عم يلعب كله صمت كله متعب كله عم يتفرج. لحتى نختم ما رح أخرك أكتر من هيك، في شيء هيك بكواليس التحضير ما بنعرفه عن أولى دانيال؟ طقس معين، شغلة بيعملها، ما بعرف هيك أنت مواكبه يعني بتحضير ما قبل المشهد، في شيء بيعمله أولى دانيال ما بنعرفه؟ ليك شو، أنا يمكن كمان ما بعرفه، بس اللي بعرفه إنه نقول دانيال عطول حاضر، عطول بيعطي الشخصية البعد أبعد من المكتوب بكتير، هو الممثل الذي يضيف، مشان هيك متعة الشغل معه. المخرج سمير حبشي شكرا، لأنه الكلام معك متعة ومشاهدة أعمالك والمشاركة فيهم متعة كمان، أهلا وسهلا فيك وشكرا لهالمداخلة، شكرا لوقتك. شكرا المخرج سمير لكم. حبشي تحيات حاج، شكرا. أهلا وسهلا فيك حبيبي سمير. يا هلا. أدال عمل متعة مع ناس هالقد بتفهموا على بعض من نظرة، وقال مغرم بتمثيلك. الغرام وتبادل صفة يعني حلو، لكن مهم كتير، وهيدي مش ظاهرة، يعني هيدي موجودة صارت ببلاد العالم. نعم. إنك تلاقي مخرج بيرتاح لممثل وبيكرر معه الأفلام أو 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 العمل التلفزيوني. نعم. والتجارب بأكتر من وجه، لأنه بصير في ثقة، وبصير يعرف حدود الممثل، وبصير الممثل يثق بالمخرج ثقة كبيرة، وبصير أي إبهام أو أي نقطة بدها تعذبه بيقول بسأل المخرج، بسأل اللي بيعرفني من جوا أكتر ما بعرف ذاتي. صار المخرج هيك بصيروا كوبل متفاهم ومتفاهم وبيتقاسم الإحساس، يعني بكلمة أنا صفت بالآخر مثلا في شغلات مثلا كنت أنا أفكر إنه يمكن هيدي تنحذف، تنقول أعطيك مثل تنحذف بأواخر المشاهد بوينكنت، إنه ليش هودي مكتوبين هيك، وممكن إنه ما يكونوا، بيقدر الممثل يقترح طبعا. إيه. عم بحكي أنا أستاذ سمير، عم قل له هودي أنا كنت عم فكر هاي، ضحك قال لي حكى كم كلمة بيعطوا أبعاد للكلمات أنا بالحقيقة مش خاطرين عبالي، بس أنا كان عندي تلقف لهم بشكل غريب، إنه اللي عم بيقوله مهم كتير للممثل، فتح لي أفق أنا مش مفكر فيه، فتح لي نافذة على شيء آخر أنا كنت عم سكرها، لا هو يرجع فتحها. قلت له مزبوط خلص فهمت كيف تقصد، فهمت. هو ابتسم وأنا من جوا كنت أكتر من سعيد إنه أرجع عيدهم وصيغهم وطلعوا حلوين بشكل كتير. وكل حال نيال المشاهد يعني بهالنتيجة يلي دايما يمكن بتفاصيلها وبكواليسها ما بتعرف الناس قدي العمل مضني ومتعب، وأوقات بظروف كمان، وخاصة بظروفنا مثل ما عم نشتغل بلبنان مش دايما الظروف عم بتكون وردية وحلوة، فشكرا لأنه هالقد في التزام، وشكرا لمحبتك، ورح نقول لك شكرا أنه رح تكون بالهيبة بالجزء الأول، تكسرت الدنيا مع الهيبة. الجزء الثاني الجزء الثاني رح يكون موجود فيه، يعني خلص انحسم الموضوع كليا بشخصية أبو نضال، اللي طبعا أنا بعدني ما استلمت هلأ الورق. نعم، بس طبعا الأستاذ سامر حكيني يعني شوي عن الشخصية، المخرج ومدير الإنتاج حطي بالجو، وفي اتصال قريب مع الكاتب، يعني إنه شو موجود نبلش نقرأ، نبلش نحكي، بلش أنا أحلام
بلش أنا أتخيل لحتى تركب الشخصية، بلش فكر بالشخصية بأبو نضال. يعني ناطرين ودايماً متابعين الأعمال يلي بتكون بجزء أول وبتروح لجزء تاني إلى سلبياتها وإلى إيجابياتها أكيد. أدي تحدي النجاح بهيك متابعة جزء آخر من عمل؟ يعني حضرتك كنت بوين كنت يلي ما بعرف إذا كان مكتوب أساساً جزئين أو انقسم العمل جزئين لضرورة العرض، أدي هيدي مسؤولية بتكون لإنجاح يلي الناس تعودوا عليه بالجزء الأول ويكون عندهم كمان هيك ارتفاع وارتقاء بهذا النجاح، يكون طلوع بس يكونوا جزئين. إذا الجزء الأول كان استعمل كلمة ضارب يعني الناس قبلوه وشغفوا به وحضروه وحبوه كتير، المسؤولية دوبل، ما فيك تكتب جزء تاني أضعف، محسومة، أكبر هفوة بتكون وأكبر هبطة وأكبر خسارة، خسارة للإنتاج وللممثل وللمخرج ولكل الناس وللجمهور، لأنه الجمهور كمان ضيع وقته طبعا ناطر شيء. لا، لازم يكون الشيء تصاعدي دايما، يعني ثلاث أجزاء فرضا، كل جزء لازم يكون عم بيضيف على الجزء اللي قبله شيء درجة صعودا طبعا، وإلا الجمهور دغري بيلاحظ، ما فيك تتروح مكانك ولا بأي شكل. بوين كنت نفس الشيء، اذا لاحظت جزء اني كتبوا باردون قطعتك متكلم ابدا تفضل. الجزء الاول كان 40 حلقه صحيح، لما تكفى الجزء الثاني ونزل الجزء الثاني كان في نوع من الانفعالات ومن كشف الماضي السيء ومن الهجوم لقدام ومن من 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 مصائر سوداء مترقبه خلت الناس تتابعه. صحيح، شدت الناس لحتى تتابع كل تفصيل وكل شخصية، بنعرف شو بده يصير، بنعرف شو بده يصير بهذا الزلمة، هيدي المرة بدها تحب له ابنه، بدها تتجوزه ولا لا، شو عم بصير؟ وهيك بدنا نعمل بالهيبة، رح نتابع وناطرين لحتى نشوفك ونتابعك ونحضرك، مش بس بالهيبة، بكل عمل بتكون فيه، لأنه حضرتك إضافة مثل منك إضافة على سهرة عمر بسيزن الثانية. الله يقدرنا. القسم الأخير غمز لنا الضوء حتى ننتقل للفقرة الأخيرة والعاني مع الصحافة، تفضل. يا رب. ضحكت والعاني مع الصحافة، كيف علاقتك مع الصحافة؟ علاقة عادية، الصحافة طبعاً ضرورة وبتخدمنا كتير نحن كممثلين، كتبت سلباً أو كتبت إيجاباً، يعني هذا دور بالنهاية، ما في الممثل يأثر على حدا يعني حكماً يعني، وكل ما امتازت الصحافة بالتجرد والموضوعية وبالعين الخيرة لمصلحة العمل، كل ما كمان كترت الحاجة لإلها أن تكون موجودة وبالتالي كبر دورها طبعا. بهالفقرة مثل كل مرة بناخد مداخلة بختام حلقتنا مع أحد الصحفيين لحتى يكونوا عم يطرحوا سؤال على الضيف. الليلة الصحفية هالقد من أهل البيت وعزيزة على قلبي وقلبك وقلب كتار كمان، لما نحكي عنها بنحكي عن حرفية، عن مصداقية، عن شغف بيشبه شغفك بالتمثيل مثل شغفها بالصحافة الإعلامية. رولا أبو زيد، مساء الخير. مساء الخير شادي، أهلا وسهلا فيك رولا، وأول شيء مبروك النقلة لصوت المدى، متابعينك وين ما بتكوني لأنك نجمة وقيمة مضافة لأي مكان بتحلي فيه، ألف مبروك النقلة الإعلامية. شكرا لك شادي، وإن شاء الله دايما هيك منكون عند حسن ظن المستمع والمشاهد والقارئ لحتى نعطي صورة حلوة عن الإعلام اللبناني. رولا يا هلا، وتفضلي مباشرة إلى السؤال الأول تطرحيه على ضيفي الممثل الأولى دانيال، تفضلي. اسمح لي بالأول مسي بالخير ضيفك الممثل والأستاذ الجامعي الأولى دانيال، يلي شرفني بحضوره لما كان ضيفي ببرنامج إذاعي واتقفت من خبرته. مساء الخير أستاذ الأولى. مساء النور، يسعد مساكي. ومساك الله يخليك أستاذ الأولى دانيال. كمان بدي أقول لك مباركة مشاركتك بمسلسل الهيبة بشخصية أبو نضال، نحن رح نكون أكيد ناطرينك. شكراً.
ان شاء الله الله يقدرنا انه نكون عند حسن ظنكم دائما دائما. استاذ نقول انا بدي اروح معك للمسرح، يعني اذا ماني غلطانه اخر عمل مسرحي شاركت فيه كان مع الكاتب انطوان غندور من كم سنه. يعني وين الممثل نقول دانيال عن خشبه المسرح؟ ورح يكون في لك عوده، رح يكون في لك اطلالات، وشو رايك بالاعمال المسرحيه يلي عم تنعرض بهال يعني السنه الماضيه والسنه؟ اطلاله مسرحيه هلا مرتقبه هيك بالافق، ما في يعني ما في، ماني حس انه في نشاط مسرحي على على مستوى كبير. يعني الاعمال اللي عملت انعمل هي اعمال على قد امكانيات الناس اللي عمال يعملوها، امكانياتهم نعم. بالدرجه الاولى الامكانيات الماديه نعم. يعني هلا حضرتك بتعرف انه حضرتك عم تقلي انه انت بعيد عن المسرح هلا، يعني ما في شيء عم بيشدك او يجذبك لتاخذ عمل مسرحي او ما عم بينعرض عليك؟ اولا ما عم ينعرض نعم، بس ينعرض عمل علي من الانواع اللي انا بقدر يعني بحبها بقديها اكيد انا بوافق. يعني المسرح لعبتنا يعني بالاساس. كيف تقييمك بالجزء الثاني من سؤالها للحركه المسرحيه اللي عم تشهدها الساحه اليوم؟ عم اقول انه المسرح يعني مش باحلى حالاته لانه امكانياته ضئيله وصار مكلف، والناس اللي بدهم يشتغلوا بالمسرح يعني بده يعمل مسرحيه او بده يعمل فرقه مسرحيه في شبه استحاله، عم نحس في شبه استحاله، يعني قليل اللي عم يقدروا يجيبوا سبونسوريه يعطوهم مصاري بدهم يصرفوا او يصرفوا من اللحم الحي ليعملوا مسرحيه، لذلك عمال بيصغروا اعمالهم. يعني بس المسرحيين مثل ما بيقولوا عم هيك عم مثل الطائر الفينيق من لا شيء، عم بيتعبوا وبيشتغلوا وبيركضوا لحتى يعملوا هيك نشاط مسرحي ليرجع يتعود هاللبناني على المسرح، ما هيك استاذ نقولا؟ صحيح نعم. وانا بقدر كثير عملهم نعم، وبكبر فيهم هالهمة يعني وهالمغامره بعد الاخرين اللي عم ينجوا على حسابهم يعني نعم. وعم يضطروا يدقوا ابواب لحتى يعملوا. انا عم شوف مسرحيات حلوه يعني اخر مسرحيه حبيت يعني طبعا الشغل جميل. شو هي اخر مسرحيه حضرتها؟ حضرت فريزر ل بيتي توتال. لبيتي توتال, لبيتي نعم. توتال. نعم. حبيت كثير يعني مسرحيه على المستوى العائلي، كل العائله بتحضرها، النص جميل ممتع نعم. بيتي مبدعه حقيقه، لها تحيه لبيتي ممثله نعم. رائعه عجوب، والباقيين الممثلين يعني ما بعرفش اسامي الكل طبعا، بس انه عمل يعني مسرحي جميل نضيف بفوت على كل بيت او صحيح. كل بيت بيقدر يجيب عائلته. ونحن نحن من خلالك استاذ نقولا كمان بدنا نشجع هالحركه المسرحيه، وبدنا هيك نطلب من الكاتب انطوان غندور هيك يحرك وراءه لحتى كمان تتحرك عندك هيك النخوه المسرحيه ونشوفك على خشبه المسرح ان شاء الله. انا بتمنى يعني يصير في كتابه جيده ويكون لي ادوار. المسرح بالنسبه لي انا بطول لي عمري نعم اكيد. استاذ نقولها في سؤال هيك بحب الجواب عليه منك، بس هيك مثل ما تعودنا منك بالصدق والصراحه هيك مثل ما بيقولوا على البساط الاحمدي، قديش انت راضي عن الاعمال يلي شاركت فيها، المسلسلات اللي شاركت فيها بالفتره الاخيره؟ اذا ما نحط علامه قديش بتعطي عن هالاعمال؟ الحقيقه بدون يعني مش عم بالغ نعم، العمل اللي ما بحبه ما بعمله. أنا شخصيتي هيك يعني طبعي هيك يعني كل الأعمال اللي شاركت فيها بدك عدلك من أمتين لهلا كلها كانت شخصيات رئيسية وشخصيات مميزة، وأنا كنت عم بتمتع بالشغل فيها وعم بنوجد مع ناس بحب اشتغل معهم إن كان مخرجين وإن كانوا ممثلين يعني صبايا وشباب. أنا راضي عن العمل بالتلفزيون هلا، أنا شخصيا راضي عن اللي عم بعمله بالتلفزيون، بس في نقطة أثارها شادي بالبرنامج وهي مهمة كتير، إنه هذه الفئة العمرية نحن ما إلنا كتابة، يعني ما حدا بيكتب ولا في منتجين بيشجعوا إنه ينكتب لناس صاروا شيوخ أو كهول. هيدي من خلالك وعبر شاشة تلفزيون لبنان استاذ نقولا دانيال لكل أصحاب المحطات التلفزيونية اللي هن ما بيشجعوا أصلا المنتجين يكتبوا أعمال لشخصيات لمرحلة عمرية مثل حضرتكم مخضرمين وعندهم الخبرة، مع أنه في كتير خبرة حياة ممكن نستفيد طبعًا منها طبعًا. ولكن التلفزيونات اللي بتشتري الأعمال هو بيوقع الحق عليها بالبداية، وبعدين المنتجين مضطرين أنه يسوقوا لأعمالهم صحيح.
وبيطلع الضحية الممثل. مشان هيك عم نعلي الصوت. نعم. الإعلامية رولا أبو زيد شكرا، دائما إضافة، دائما قبولك لما تقولي إيه، يعني نحن بنكون أكثر من مبسوطين بمشاركتك ومداخلتك معنا، وعلى أمل اللقاء القريب جدا، وإن شاء الله هالسنة بتقلع وبتكون كلها خير لإلك. شكرا للمداخلة، شكرا لإلك رولا أبو زيد. شكرا لإلك شادي، ودائما لإلك بالتوفيق، وأنا بشرفني أكون معك دائما. وأنا شكرا بشكري. أهلا وسهلا. شكرا لإلك أستاذ نقولها دانيال، وبالتوفيق. شكرا جزيلا. هيدي الفقرة بتوصل لختامها، ومع منقفل كمان البرنامج نقولها دانيال تسقط الألقاب لما نكون بحضرتك، لأنه أنت هالقد إنسان متواضع حقيقي، فنان بكل ما للكلمة من معنى. شكرا لسهرة من العمر قضيناها معك. أنا بشكرك لأنه أضفت لحياتي فترة سعيدة. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا، ناطرينك بالهيبة، موفق بكل عمل بتقوم فيه، وإن شاء الله دائما إلى مزيد من التألق. بالختام بدي أطلب منك كلمة تكتب لنا إياها على ليفر دور تبع البرنامج. مشاهدينا، هيدي حلقتنا وصلت لختامها، اللقاء بيتجدد أكيد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وسهرة عمر جديدة. إلى اللقاء.